ترانزيانت اسكيميك اتاك دي بتبقى عباره عن حاله بريف اسكيميا، يعني اسكيميا خفيفه قوي مش قادره انها تعمل انفجر، والبيشنس اللي يحصل له كومبليت امبروفمنت ما تقعدش اكتر من 24 ساعه، بس 24 ساعه للماكسيمم يعني هي تقعد فيو مينتس اور اور، يعني عباره عن حاله كده هو كونديشن كاركترايزد باي اسكيميك ديسوردر، بس اسكيميا از تو بريف تو كوز انفجر. ممكن تقعد لنا دي تقعد من مينتس 5 6 10 دقايق الى ساعه ساعتين بالكثير قوي، بس الماكسيمم بتاعها ايه؟ ده 24 ساعه، والعين يرجع ولا كان في اي حاجه. قلت لكم الموقف ده قبل كده، فهو واحد قاعد في بيته مثلا ولا حاجه يقول لك الحقوني ولا مش عارف اتحرك الناحيه اليمين ومش عارف الاكل ايه وبقه ايه والكلام ده، فعلى ما يساله الدكتور او ياخدوه بسرعه المستشفى وهو راكب العربيه يقول لهم خلاص كل حاجه سليمه مش هيرجع تاني طبيعي، بس على فكره لازم يكملوا يروحوا المستشفى. لا مش كده، ده نادي خلاص دي عباره عن ايه؟ دي تراند، يقولوا الدكاتره حصل كذا كذا وهو الشل فعلا. طبعا معظم الدكاتره مش فاهم حاجه يقول لك ده حاله نفسيه، ده كان زهقان كان متضايق، لا ده دي ترانزيت اسكيميك اتاك. وعلى فكره ده انا ربنا بعت له انذار، خد بالك ده بيجي لك ايه؟ ها ترانزيت اسكيميك اتاك، ودي بنسميها ميني ستروك، يعني ستروك صغيره. العيال دي يا اولاد يعني عايز اقول لك ايه؟ 30% من اللي جالهم ترانزيت اسكيميك اتاك خلال سنه جالهم ستروك حقيقيه، مش حقيقيه. فهمتوني ولا لا؟ طب افرضوا انها قعدت اكتر من 24 ساعه وخدت نفسك، اكتر من 24 ساعه قعدت يومين ثلاثه وكمبليتلي خفت خلاص. ده ترم قديم قوي اسمها رن ريفرسابل اسكيميك نيورولوجيكال ديفيسيت، ريفرسابل اسكيميك نيورولوجيكال ديفيسيت. ده لو قعدت قد ايه؟ خلاص يبقى لو قعدت دقايق لساعات وما عدتش 24 ساعه ورجعت تي اي، لكن لو قعدت اكتر من 24 ساعه بس رجعت تاني هيبقى دي اسمها رن اللي هي ريفرسابل اسكيميك نيورولوجيكال ديفيسيت. حلو كده؟ بص يا ولاد، ايه الحاجات التي تؤدي الى يعني ما اسباب الترانزيت اسكيميك اتاك؟ ها ليها في الطب كله ثلاث اسباب، في سببين في الكتب وسبب للاسف مش مكتوب. اللي مكتوبين عندنا ان هو يكون عنده مايكرو امبولا، يعني اقول لكم حاجه مش ده الكاروتيد؟ الاثروسكلوز يحب يجمع ده، تبدا تصير منه فدافيت 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 وتروح تقفل حاجه، بس عشان هي فتفوته صغيره طيار الدم مشاها، لكن خلاص هي ريكارنت مايكرو ايه؟ امبولاي. ده نمره واحد. نمره اثنين، لو حد عنده ماسكيولايتس التهاب في البلاد فيزل، بس يعني البلاد فيزل مالها بتبدا ايه؟ تضيق، بس ده التهاب يعني ورم، بس انه خد كورتيزول ولا حاجه الورم ايه؟ والامور ترجع طبيعيه. نمره ثلاثه وللاسف دي مش مكتوبه للاسف يعني، ها سيربرال بلاد فيزل سبازم. سبازم مين فاكر الترم الاول بازو سباستيك انجينا؟ فريندز ميدل مش ده بيحصل فيها سباز؟ احنا عندنا هنا النوع ده التي اي اي ربما يكون السبب، اكتبوها معلش في كل الكتب. انتوا مش شايفين تي اي اصلا؟ تي اي في سباز؟ اكتب سباز. سيربرال بلاد فيزل سباز. طبعا الازاز ده بيقعد فتره وبعدين ايه؟ يفوق. يبقى ايه اللي هيعمل تي اي؟ يا اما ممكن يكون امبولاي تايب ولا حاجه، يا اما يكون ماسكيولايتس انفلاميشن في البلاد فيزلز، يا اما يكون السبب بتاعنا سباز مفرط. طيب هو البريم بيتغذى ازاي يا ولد؟ البريم بيتغذى ازاي؟ ما اكيد رايح له بلاد وما رايح له ايه يعني؟ تقول لي في جزء الفيل، الجزء السيف، الجزء الفيل مع مين؟ معكر الجزء المسلم مع مين؟ معكر الدم. اقول لكم حاجه، يبقى اذا التي اي اي نوعين، يا اما كاروتد يا اما فيرتبرو بازل، يا اما كاروتد انسفشنسي يا اما فيرتبرو بازل. 80% كاروتد اكتب و20% فيرتبرو بازل. 80% اللي بتكون على مستوى الكاروتد و20% على مستوى. طيب انا هقعد استريح وانتم تكملوا. لا 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 انا مش هكمل، انتوا اللي هتكملوا. لو الكاروتيد، لو الكاروتيد اي بلاد فيزل تبعه حصل فيها تي اي ايه المحصله؟ يحصل ايه؟ ابسيلاترال بلايندنس، ها ممكن كوما مباشر يحصل، لو وقف الدومينانت يحصل افيزيا ولا جرافيا ولا حوار. يا ولاد مش لسه قايلين الكلام ده؟ وين الباليسز؟ وين الهايبوثيزيا؟ مش كده؟ وكل حاجه هترجع ايه؟ ولا كان في حاجه؟ انا مش شايف، لا انا شفت صح ولا لا؟ انا شايف من ناحيه اليمين الحمد لله فكت. ده اللي حصل. طبعا وصلت برتبرو بازل. فيرتيجو
سينكوب اتاكسيا دكاتره معايا بالبر مانيفيستيشن بالبر مانيفيستيشن مش كده ولا لا؟ لان هو مشكلتي فين؟ في السيربيلوم والبرين ستيم. مش قلنا البلاد سبلاي يبقى على حسب الكاروتيد بيغذي ايه والفرتبرو بازل بيغذي مين الاخطر؟ ليه الفرتبرو بازل الاخطر؟ فيها الفايتال سايت الفايتال سيل بس موجوده في البرين ستيم. سهله كده ولا صعبه؟ طيب انفستيجيشنز ودي جديده انفستيجيشنز. واحد هعمل دوبلر او دوبلكس على الكاروتيد بشوف البلاد فلو في الكاروتيد. الكاروتيد دلوقتي حاجه اسمها بيمو كده. بصوا يا ولاد بيعملوا ايه؟ الالتراساوند بيعمل مقاطع في الطول وفي العرض وبالعرض في البلاد فيزل. يشوف الكاروتيد لو في سده نسبتها قد ايه؟ وده على فكره بيتعمل بسهوله وحاجه نار انفيزل. يعني يروح كده الجهاز نار بيمشي ويحدد لك السده اللي موجوده قد ايه؟ ودي عندك الصف الاول والثاني مكتوب عندنا ايه في الاولاني؟ دوبلر التراساوند والثاني اللي هو الريل بيمو دي برضه التراساوند بس فيها ترانزفيرس وفيها فيرتيكال او لونجيتيودنال سيكشنز كده مقاطع تقعد تشوف لك البلاط فيزل اخباره ايه مسدود بنسبه قد ايه؟ ودي كلمه مهمه قوي ماشي يا ولاد؟ كانوا زمان بيعملوا حاجه اسمها ديجيتال سبتراكشن سريبرال انجيوجرافي. بص يا ولاد هنجيب العين ده اروح مصوره صوره اشعه عاديه جدا صوره اشعه عاديه اقطعها على الكمبيوتر وبعدين اروح مديله صبغه بتمشي في البلاط فيزل وبعدين بعد ما تمشي كده بشويه اروح مصوره صوره ثانيه واحطها على الكمبيوتر جنبها يبقى عندي صوره عاديه وصوره بايه؟ بالصبغه. الصبغه دي جوه مين؟ البلاد فيزل. اطرح الصوره الاولانيه والصوره الثانيه تطلع لي البلاد فيزل. بس ولا صورت صوره دي خدت ايه؟ خدت الاسكال بقى العظم والشعر والودان ومش عارف والبرين وكل حاجه. خدت كل حاجه اهي واديله صبغه تمشي البلاد فيزل. وانا بصور صوره ثانيه صوره بالصبغه فالبلاد فيزل تبقى واضحه. بس في مين بقى مضايقني؟ في الودان والمناخير والبرين والحاجات الاسكار والكلام ده. طب ما ده موجود في الصوره الاولى اعمل سبتراكشن في الكمبيوتر فيبان لي البلاد فيزل بس واشوف السده فين. اسمها ايه بقى؟ ده بالكمبيوتر ديجيتال يعني كمبيوتر سبتراكشن. سبتراكشن يعني طرح يبقى ديجيتال سبتراكشن سيريفرال انجيوجرافي. دي مشكله عندي اكس راي اكس راي عاديه بس واحده عاديه واحده بتستخدم اطراح دي ودي بس مش عارفه اشطب عليه خالص. خلي بالك في حاجه ما تعجبكش اشطب هو فعلا كده سبتراكشن. اربعه هعمل سيريفرال انجيوجرافي سيريفرال انجيوجرافي هدخل بالاسطر عافيه سلك طويل رفيع مال المجوهر جوه فهي بتتميز عن السيريبرال انجيوجرافي انها نان
انفيزر. لو جالك واحد عنده دي اي اهم انفيزيشن تعملها اسمها ولا بقى لك اختيارات، هو لو كاتب سيريبرال انجيوجرافي وام ار اي تختار الام ار اي، لو كاتب واحده من النقط مفهومه؟ خلصنا. هذا عاوز اي سؤال؟ شوفوا على كيف طبعا.